نكبة أليمة لحقت بهذه العائلة في قرية حصار بمحافظة التأميم، فقد اجتاحت السيول القرية لتجرف اثنين من أطفالها، وبعد أن استنفر السكان للبحث عنهما كان الأوان قد فات، حيث عثر على جثتيهما بعد 3 ساعات في حادث مأساوي لحق بهذه العائلة النازحة من محافظة الأنبار. صار صوت، طلعت لنا المي قدام البيت ورا البيت، سحبت الحرمة والبنية شايلين الأطفال، سحبتهم طبيت بالمي ورا البيت، كان أشوى، بس بعدين زاد المي أكثر، الحرمة الكبيرة خذت أجانها ورجعت صارت أحسن من عندي، وهذول طبانا قلب المي من فوق، أنا وقعنا بالمي، المي اللي هي وجينا عليهم ما لحقنا عليهم كل شيء، الوادي كان بيننا وبينهم كلش المي قوي، ورجعنا تقريبا ورا 3 ساعات يلا وصلنا عليهم، وصلوا جماعة قبلنا تراكتر كان واصل عليهم بالتراكتر، الدفاع المدني شفلات جو، عالم كله فزع ما قدر يوصل عليهم. وصلنا عليهم ولقينا جرى جرى. ويقول سكان المنطقة إن تردي الطريق المؤدي إلى القرية وعدم وجود قناطر لعبور الوادي كان السبب وراء العجز عن إنقاذ طفلة بعمر 2 وشقيقها الذي لما يكمل بعد 40 يوما من عمره. والله الموقف اللي صار من شحة الخدمات، شارع تجي علي شارع تقريبا طوله من 10 كيلوات مترات ما بيه قنطرة، قلة الكهرباء، الأماكن ماكو خدمات، الخدمات اللي الموقف اللي صار من وراء شحة الخدمات ما بي خدمات، هاي المنطقة الغربي غربي حسار ما بيها خدمات، مزارع وفخمة وهذا خدمات ما بيها، قنطرة ما بيها، تاني عبر الوادي لو اكو قنطرة عابرين عليهم ما غرقوا ذول. مصائب العراقيين لا تنتهي بالجفاف أو بنزول المطر، فسوء إدارة ملف المياه يفضح الفشل الحكومي في التعامل مع موسم الأمطار الذي جاء بعد سنوات عجاف أتت على الأخضر واليابس، وبدلا من استثمار المياه بشكل صحيح بدأت نواقيس الخطر تدق مجددا خشية فقدان مزيد من الأرواح في السيول التي تذهب مياهها هدرا، وباتت تشكل خطرا يجب الاستعداد له كما يقول الأهالي.